يمكن ناس كتير عندها علامات استفهام على فكرة انهيار الهدنة. لماذا انهارت الهدنة؟ الأسباب الحقيقية لانهيار هذه الهدنة، الأسباب اللي تحدثت عنها إسرائيل، فكرة المجندات وخروج المجندات وفكرة أيضا أنه خروج مطالبة بخروج أب الموجود لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا يعني لا يتوافق أصلا مع شروط الهدنة وشروط إطلاق إن كان سراح الرهائن أو حتى المحتجزين. فأسباب انهيار الهدنة يعني في الواقع الهدنة انهارت لعدة أسباب، من هذا السبب فكرة أن يعني إسرائيل تشترط أن تسلم حماس 10 رهائن إسرائيليين كل يوم لتمديد الهدنة اليوم. كان هناك مشكلات لوجستية متعلقة بالأسرى والرهائن، ليس كلهم لدى حماس. كان هناك العدد يعني إسرائيل حماس أرادت تكمل العدد بجسامين يعني العسكريين الإسرائيليين الذين تم قصفهم في هذا الحرب بالقصف الإسرائيلي، ورفضت إسرائيل. يعني كان هناك تقديم، كانت تريد تقديم قائمة بأسماء 10 على الأقل لتمديد الهدنة يوم، لأن إسرائيل هي رادت هذه الهدنة لأسباب مصلحية ولكنها اضطرت لقبولها. وبالتالي لكن المشكلة أن هناك جانب متطرف، الجانب الحقيقي هو أن الجانب الإسرائيلي الهدنة ستمثل يعني كما يقول ستضره من ناحية سياسية وناحية عسكرية، ويريد استمرار حالة الاستنفار، حل العسكري، يريد فكرة الاعتماد على فكرة القوة. إسرائيل الآن في مشاكل، هناك انقسامات داخلية، هناك الآن اتهامات متبادلة ما بين رئيس الوزراء وفشل السياسي، هناك الآن يعني مراجعات لما حدث في 7 أكتوبر والاعتراف بالفشل، وبالتالي في ظل هذا استمرار حالة الاستنفار العسكري والضرب العسكري والرهان على هذا الخيار سيجعل الجبهة الإسرائيلية على الأقل يعني إيه متناحية الخلافات جانبا، وبالتالي هذا أحد الأسباب. الأمر الثاني هو الجانب المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، مجلس الحرب، هناك رئيس الأركان ورئيس وزير الدفاع جالانت، وهم كانوا فكرة أن المفاوضات الهدنة ستعطي فرصة لحماس، وبالتالي لابد كما قال الاستمرار بالمفاوضات تحت القوة، وبالتالي هو يريد تحقيق إعادة بشكل أشد فتكا وأكثر عنفا للضغط على الجانب الإسرائيلي. الأمر الثالث، كان هناك شرط أن حماس فيما يتعلق بالمدنيين الإسرائيليين الرهائن من النساء والأطفال، يعني هي معادلة 1 إلى 3 فلسطينيين من النساء والأطفال، لكن المتعلقة بالمجندات إسرائيل تقول هؤلاء نساء لابد اطلاق سراحهم، حماس تقول انهم مجندات في الجيش الاسرائيلي، وبالتالي حماس ارادت ان يكون التبادل الاسرى في معادله مختلفه، فكره تبييض السجون الاسرائيليه كم يعني مقابل اطلاق كل هؤلاء الاكثر من 120 من الجنود الاسرائيليين وضباط يتم مقابل تبييض السجون، رفضت طبعا اسرائيل هذا الامر، وبالتالي عادت الى القوه. لكن انا في اعتقادي العامل الاساسي في انهيار الهدنه هو الموقف الامريكي. لماذا؟ لان في قبل الهدنه جاء الوزير بلينكن حضر مجلس الحرب الاسرائيلي، اعطى الضوء الاخضر وقال فقط كل ما طلبه ب يعني عدم تكرار او تجنب ما حدث في شمال غزه في الجنوب وحمايه المدنيين، يعني فكره هو وافق واعطى الضوء على استئناف الهدنه، لان امريكا لو كانت تريد ان تضغط على اسرائيل لقبول الهدنه واستمرارها لكانت فعلت هذا، وبالتالي هو هذا جزء من الاشكاليه الموقف الامريكي الضبابي المتناقض الازدواجيه في المواقف في التصريحات، وبالتالي اسرائيل الان تراهن حل عسكري. طب هو السؤال، هل ستنجح اسرائيل في تحرير الرهائن الجنود العسكريين؟ انا في اعتقادي ستكون مشكله، وبالتالي الجانب الاسرائيلي الداخلي سيشكل ضغط، لانه اذا كنت قادر على يعني تحريرهم من خلال الهدن والدبلوماسيه صحيح. والحوار، لماذا تلجا الجانب العسكري الذي ثبت فشله؟ وبالتالي سيشكل اشكاليه كبيره لهذه الحكومه.